عائلة لبنانية لكنها لاجئة في بلدها. هذه حال أم محمد المعيلة الوحيدة لبناتها المحرومات من الهويات والتعليم. يعشن في شبه كوخ من تنك ويسترزقن من فضلات هذا السوق الذي يعمل أياما محدودة في الأسبوع، وفي العطلة ينمن بلا طعام. احنا عايشين هون بسوق الأحد، يعني هيدي معمولة هيك، بس هن هو سوق الأحد ببلش يفتح من ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت أحد. هلا البسطات اللي بدها تفرد بنتي بتساعد شوي، أنا بساعد شوي، هي بتساعد شوي، بيجينا شوية مصوري، يعني خمسة من هون، ستة من هون، ألفين من هون. هيدا عنده جبنة، هيدا عنده علب، هيدا مثل ما شفت اشتريت ملقطة شوية تياب من هون، كم غرض من هون. ليه بناتك بلا هوية؟ بناتي بلا هوية لأنه الملف اللي كان معي أنا صارت حرية وأنا لي 8 سنين هون، احترقوا كلهم. جيت لجدد قال لا ما بيتجدد، بدك تعمل فحص الدي ان ايه اللي ما دي ان، أنا من نام دي أنا أعمل الدي ان ايه، أنا إخراج قلتي هلا ما أرجيك يا فتفت، بدي أعمل غيره ماني قادرة. وهذا الشيء بيمنع أنك تحطي أولادك بالمدرسة؟ ما هذا بيحطهم هلا بالمدرسة بلا هوية. الوضع عند وضحى ليس بأفضل، تعرض خضارها للبيع لكنها تفتقد لمن يشتريها كما تقول. لم تعد تقوى على الوقوف انتظاراً للزبون، فتسلم أمرها للقدر وتستريح على كرسيها. ما بيشغل ولا بيشي، عم نجيب الرزق ونكبه، ما في أشغال، ما في بني آدمين، والله ما في، بحكي معك الصدق. ده بتطلع بالنهار ولا ليرة؟ مديونة والله مديونة، الله وكيلك، بدين يشهد الله والمحل بالأجار. وضحى وأم محمد تعبران عن معاناة قسم مهم من المجتمع اللبناني بسبب تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي في لبنان. ويليام عزام، الحرة، طرابلس، شمال لبنان.